زي ما قلنا ان اول انزيم ده بيعتمد على الهرمونات عشان اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز، قسمنا الهرمونات الى لايبوليتيك هرمونز انتي لايبوليتيك هرمونز. اللايبوليتيك هرمونز هم الابينفرين نور ابينفرين الاي سي تي اتش ادرينال كورتيكوتروفيك هرمونز الفاسبريسين جلوكاجون ام اس اتش الفا اند بيتا اللي هو ميلانوسايت ستيمليتنج هرمونز تي اس اتش اللي هو ثايرويد ستيمليتنج هرمونز ميثايل زانسين زي الكافيين الثايروكسين جلوكوكورتيكويدز. الانتي لايبوليتيك هرمونز اللي هي بتمنع اللايبوليسيس اللي بتساعد على البناء الانسولين برولاكتين النيكوتينيك اسيد البروستاجلاندين بروستاجلاندين اي 1. نبص هنا بقى ادي ده السيل ميمبرين تعالى ات لو كربوهيدرات يعني انت انسولين كونسنتريشن يعني ديورينج فاستنج يعني مفيش انسولين مفيش جلوكوز الاقي ايه اللي يحصل عمليه لايبوليسيس الاقي ترايجليسرايد طبعا او تراي اسايل جليسرول هيدروليسيس ستيموليتد طبعا بالهرمونات المعاكسه العكس مين اللي هي بتعمل ايه لايبوليتيك اللي هم الابينفرين النور ابينفرين جلوكاجون ادرينو كورتيكوتروفيك هرمونز هتكسر لي طبعا هتعمل اكتيفيشن للاي تي بي تتحول لسايكليك ام بي عن طريق اكتيفيشن الادينايل سايكليز هيتحول لي ان اكتيف فورم للبروتين كايناز لاكتيف فورم للبروتين كايناز هتحول لي التراي اسايل جليسرول لايبيز او الهرمون سنسيتيف لايبيز ده المسمى الثاني بتاعه من منزوع من الفوسفات الى تراي اسايل جليسرول لايبيز هرمون سنسيتيف لايبيز وفي وجود الفوسفات تتحول الى داي اسايل جليسرول تتحول في الاخر المونو اسايل جليسرول في الاخر هلاقي تكون لي الجليسرول الجليسرول ما يقدرش يقعد جوه الفري ما يقدرش يقعد جوه الاديبوز تيشو هلاقيه طلع بره وهيروح للليفر والكدني عشان يستخدم بعد كده في تصنيع الجلوكو نيوجينيسيس او تصنيع الجلوكوز والفري فاتي اسيد هتطلع وهتروح برضو للليفر علشان تعمل لي الفاتي اسيد اوكسيديشن عشان تكون لي الطاقه. طبعا اتراي اسايل جليسرول هيدروليسيس از انهبيتد باي انسولين. طبعا العكس ده هيحصل لو في فيدنج ستيت. فيدنج ستيت يعني معناها الانسولين عالي فبالتالي ده كله هيحصل له انهبيشن او لو حصل زياده في اتراي اسايل جليسرول هلاقي ده يتحول لده عن طريق الفوسفاتيز يرجعه تاني عن طريق مين؟ انزيم الفوسفاتيز. ده كلام برضو متكرر زي اللي فات بالظبط بالظبط. هنا انا عندي ده خدتوها طبعا في الجلوكونيوجينيسيس او في الجلايكو حاجات قبل كده اتراي اسايل جليسرول عن طريق الهرمون سنسيتيف لايبيز هيديني طبعا الجليسرول. الجليسرول ده هيدخل الى داي هيدروكس اسيتون فوسفيت ده الجلايكوتيك انترميديت. طبعا الثلاثه فاتي اسيد دول هيتحركوا عن طريق ايه؟ طبعا ده فاتي اسيد. الفاتي اسيد ما يقدرش يتحرك في ال ووتر انسولبل فبالتالي لازم كاريت باي ايه البومين تو ذا ليفر اند ايه ماسل وتحصل لها عمليه البيتا اوكسيديشن. الجلوسرول ابسوربت فروم دايت اور درايفد فروم لايبوليسيس اوف فات از ايه اكتيفيتد. لازم اعمل له اكتيفيشن زي ما قلنا بالجليسرول كاينيز. قلنا الجليسرول كاينيز ده مش موجود في الاديبوز تيشو لكن موجود في الليفر والكدني ويتحول الى جليسرول 3 فوسفيت جليسرول 3 فوسفيت ودي بتتم فين؟ بتتم جوه الليفر او الكدني. طيب الجليسرول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز بعد كده هيتحول الى داي هيدروكس اسيتون فوسفيت عشان يخش عمليه الجلوكو نيوجينيسيس. نيجي بعد كده الفاتي اسيد اوكسيديشن. الفاتي اسيد ده are derived from يجي لي من فين الفري فاتي اسيد؟ اما عمليه اللايبوليسيس اللي احنا خدناها من شويه او عمليه اللايبوجينيسيس في السينثيسيس اوف فاتي اسيد فروم اكتيف اسيتات. الديجريتيشن باللايبوبروتين ريتش ويز تراي اسايل جليسرول. اللايبوبروتين لو هو فيه زياده في تراي اسايل جليسرول خاصه الكايلو مايكرونز والفي ال دي ال اللي هو الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين فيري لو دنسيتي لايبوبروتين. طيب يديني ازاي يطلع ازاي تراي اسايل جليسرول؟ بستخدم انزيم يطلع لي تراي اسايل جليسرول اللي هو مين؟ اللايبوبروتين لايبيز او دايركت ابسوربشن فروم انتستين يعني على طول بيعدي من الانتستين زي الشورت والميديم شورت فاتي اسيد. طيب البلازما فري فاتي اسيد ليفل دي بتزيد امتى بقى؟ لما يكون عندي انسولين ولا ما عنديش؟ لا طبعا يبقى اللايبوليسيس زي لسه قايلين ده بيحصل نتيجه ايه؟ وجود انتي انسولين هرمون او لايبوليتيك هرمونز. مين هم اللايبوليتيك هرمونز العكس الانسولين؟ جلوكاجون ادرينالين كورتيزول جروس هرمون ثايروكسين. طبعا ان ستارفيشن اند دايابيتس ميليتس and is decreased by insulin. سائلين ده بيحصل في الميتوكوندريا اسمه ايه؟ اسايلكو ايه؟ ثايوكاينيز. هو نفس المسمى
طيب حد هيقول لي دلوقتي، طب انت لسه بتقولي ان في شورت تشين فاتي اسيد وفي لونج تشين فاتي اسيد وميديا، يبقى معناها ان في كذا ايه نوع من الانزيم ده، يبقى ده الانزيم ده مش نوع واحد، كذا نوع، كذا نوع، في يبقى في سيفرال تايب فاسايل سنسيتيز، ده بيعتمد على حجم الفاتي اسيد. هيدخل كو اس تقول اي تي بي تديني فاتي اسايل كو ايه، وده الاكتف فورم بتاع الاسايل كو ايه، وده بيحصل طبعا بره فين؟ بره الميتوكوندريا، طبعا بره الميتوكوندريا. طيب لو لونج تشين فاتي اسيد طبعا قلنا هيحتاج لحاجه تنقله من السيتوبلازم من الميتوكوندريا، الحاجه اللي تنقله باول خطوه اكتيفيشن، ثاني خطوه ترانسلوكيشن. ترانسلوكيشن هنشوف دلوقتي ده في السيتوزول بتاعي، وده الخطوه اللي احنا لسه قايلينها، بعمل اكتيفيشن للفاتي اسيد، اول خطوه بتاعتي ادي الفاتي اسيد بالاسايل كو اي سنسيتيز، وده في الاوتر ميمبرين بتاع الميتوكوندريا في السيتوبلازم او في السيتوزول اللي هو سولوبل بارت اوف السيتوبلازم، يتحول الى اسايل كو اي، وبستخدم طبعا الاي تي بي تتحول الى ام بي زائد ان او 2 ان اورجانيك فوسفيت، ودول بيفقدوا كاتنين اي تي بي، يبقى دول ايه هنا بنفقد 2 اي تي بي. خلاص يبقى دي الخطوه الاولى. طيب انا دلوقتي عايزه انقل الاسايل كو اي دي ادخلها جوه الميتوكوندريا، هنقلها ازاي؟ يبقى بحتاج لها حاجه تتنقلها، بحتاج لها عايز انقل جوه هنا. طب هنقلها ازاي في الميتوكوندريا ميمبرين سبيس ده؟ انا دلوقتي عايزاها تبقى داخله هنا علشان ابدا عمليه البيتا اوكسيديشن. اللونج تشين فاتي اسيد اسايل كو اي كانت فريلي ديفيوز اكروز ذا انر ميتوكوندريا ميمبرين which is impermeable to acyl CoA، لكن لو كان شورت هتعدي، لكن اللونج هي الفيلا بتاعتي. طيب يبقى استخدم ايه؟ حاجه اسمها كارنيتين. كارنيتين، كارنيتين دي بس نعرف الاسم العلمي بتاعها اللي هو البيتا هيدروكسي جاما تراي مثال امينو بيوتيريك اسيد، ده مهم جدا، ده اللي هيمسك فيه الاسايل كو ايه وينقلها ويشيلها على ظهره وده لحد ما يدخلها جوه. هنشوف ازاي. ادي كده ده احنا بره، بعد ما عملت الاكتيفيشن الاسايل كو ايه هيتحد مع الكارنتين، يتحول ده الى ده العمليه الثانيه ترانسبورت عن طريق اسمه كارنتين اسايل ترانسفيريز 1، يتحول الى اسايل كارنتين زائد كو ايه. انا هي شالت لي الاسايل كو ايه بس ده بره، طبعا هتيجي هنا في النص بين الانر ميتوكوندريا ميمبرين وبين الاوتر، هيبقى هنا في انزيم تاني اللي هو الاسايل كارنتين ترانسلوكيز، نقلتها من الاوتر للايه الانر بارت بتاع الميتوكوندريال ميمبرين من بره. طيب نقلتها لي من جوه من بره، ده بنسميه اسايل كارنتين، دخلتها جوه كو ايه. طيب لما دخلتها لي جوه انا دلوقتي مش عايز الاسايل كارنتين ده، انا عايز الاسايل كو ايه، ارجع تاني تتحد مع كو ايه، يبقى اسايل كو ايه اديني ها زائد كارنتين عن طريق طبعا كارنتين اسايل كارنتين ترانسفيريز 2. طيب الكارنتين ده انا خلاص مش عايزاه، هيرجع تاني يطلع فوق، خلاص انا مش عايزاه، مهمته خلاص انتهت، يبقى سايكل، يبقى الكارنتين هيتحد مع الاسايل كو ايه بالكارنتين اسايل ترانسفيريز 1، يتحول الى اسايل كارنتين زائد كو ايه، هيديني اسايل كارنتين زائد كو ايه، كارنتين اسايل ترانسفيريز 2 هيتحول الى اسايل كو ايه كارنتين، يبقى كده اطلع الكارنتين بره وسايكل، تبدا سايكل سايكل كده، يبقى دي اسمها اسايل ايه وايه، كده بقيت انا جوه الميتوكوندريا. ابدا بقى عمليه مين؟ عمليه البيتا اوكسيديشن، هما الاربع خطوات اللي احنا قلناهم في الاول خالص، عمليه الاكسده، عمليه الهايدريشن، عمليه الاكسده، عمليه الكليفش. دي بالظبط زي اللي احنا قلناها بالظبط. طب الستيبس بقى دي زي الكلام اللي احنا قلناه بس بطريقه ثانيه، ادي بالظبط كده اهو، ادي انا عندي ده الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين، ادي ده الفاتي اسايل كو ايه دخل جوه يتحد مع الكارنتين، بعد ما اتحد دخل جوه ترانسلوكيشن، دخل في الانر ميتوكوندريال ميمبرين، دخل الفاتي اسايل كو ايه والكارنتين بقى فري، يرجع تاني يكون لي يشيل لي واحده ثانيه السيتوبلازم ده الميتوكوندريال ميمبرين. نفس الطريقه هناخد بقى الستيبس بتاعت البيتا اوكسيديشن، اربع ستيبس، اول خطوه دي هيدروجينيشن او عمليه الاكسده. طيب احنا ما عندناش الاستراكشرات بس نعرف ان عمليه الاكسده الاولانيه لو عندي بالميتايل وهي خاصه بتعمل اكسده للبالميتيك اسيد، اللي هو ايه البالميتيك اسيد ده؟ اخدتوه مع في الليبيد كيمستري، بالبالميتيك اسيد ده بيساوي 16 كربونه، 16 كربونه، اهم حاجه تعرف ان هو 16 كربونه، ده الاكتف فورم بتاع البالميتيك اسيد. اول حاجه عملت له اكتيفيشن عن طريق انزيم اسايل كو اي سنسيتيز او اسايل كو اي سايوكاينيز، يتحول الى اسايل كو اي، بعد ما تحول البالميتايل كو اي
ده الى الميثايل كو ايه هنقله من السيتوبلازم الى الميتوكوندري، وده لونج تشين يبقى بيحتاج كارنتين دخل جوه الميتوكوندري. هشتغل بقى عليه الستيبس او الاكسده. الاكسده الاولانيه بقى بشيل 2 هيدروجين، بس المره دي عن طريق اللي هو الكو انزيم فاد يتحول الى فاد اتش 2. طبعا الفاد اتش 2 ده زي ما خدنا برضو ان هو بيتنقل، هيديني الطاقه ازاي؟ لازم يدخل حاجه اسمها الكترون ترانسبورت تشين او ريسبيراتوري تشين ويديني 1.5 اي تي بي. هيتحول المركب بتاعي الى بارميثايل كو اي الى الفا بيتا اينول كو اي. اللي عليك بس تعرف الاستراكشر الاسماء، لكن مش عليك الاستراكشرات. الالفا بيتا اينول كو اي ثاني خطوه الهيدروتيز، يعني بدخل جزيء ميه يتحول الى بيتا هيدروكسي اسايل كو اي. تالت خطوة عملية أكسدة تاني، يبقى بيتا هيدروكسي أسايل كو إيه عن طريق بيتا أسايل هيدروكسي أسايل كو إيه دي هيدروجينيز. برضو بشيل 2 هيدروجين بس المرة دي على الناد، تتحول إلى ناد اتش اتش زائد، تتحول عن طريق الإلكترون ترانسبورت سيستم من 2.5 اي تي بي، تديني في الآخر كيتو أسايل كو إيه. آخر خطوة الكليفج، باجي عند البيتا كربون، طبعا إحنا عارفين دي سي أو اتش المفروض كانت تبقى دي اللي بعديها تبقى ألفا ودي البيتا. باجي عند البيتا كربون بكسرها، بكسر هنا بعمل تشين بريكش عن طريق الانزيم اللي بسميه بيتا كيتو اسايل كو ايه سايوليز، هيديني 2 مركب اسيتايل كو ايه وهيديني اسايل كو ايه. بس الاسايل كو ايه ده الاولاني كان اسمه بالميتيك اسيد، كان 16 كربونه. الاسيتايل كو ايه ده بيتكون من كام كربونه؟ 2. يبقى انا كده كل مره او كل سايكل بفقد 2 كربونه، 2 كربونه. الاثنين كربونه دول هنقصهم من 16، هيتحول ده الاسايل كو الى ميريستيول كو اي، ده هيبقى 14. طيب انا دلوقتي يبقى انا اول حاجه مشيت باول ستيبس اتحولت الى سي 14. طب في سي 14 ده طلعت ايه؟ طلعت فات وطلعت نات، خلاص يبقى طلعت في كل مره بطلع فات ونات. طيب وصلنا سي 14 وطلعنا طبعا اسايل كو ايه. طب السي 14 يبقى هطلع برضو اسيتايل كو ايه، السي هعمل السايكل، السي 12 هطلع واحده اسيتايل كو ايه، السي 10 هطلع واحده اسيتايل كو ايه، السي 8 هطلع اسيتايل كو ايه، السي 6 هطلع اسيتايل كو ايه، السي 4، السي 4 بقى في الاخر هطلع لي 2 اسيتايل كو ايه. يبقى خلي بالنا، يبقى انا كده يبقى انا كده لو انا عملت يبقى بلاقي ان الاسيتايل كو ايه في اخر واحده هتديني 2 اسيتايل كو ايه. طيب فانا كل مره مش معقول حاجه اعمل الخطوه دي، لان في حاجه مهمه جدا بادس فورميشن هلاقي بديني برده مهمه فور فورميشن اوف ذا كيتون بادس، الاسترويد فورميشن، كوليسترول البايل اسيدز، الفيتامين دي 3 والاسترويد هرمونز، والاستايليشن فور استايل كولين فورميتنج انزيم اللي هو كارنيتين اسايل كارنيتين ترانسفيريز 1 ده الريت ليميتنج انزيم. لو انا هعمل بيتا اوكسيديشن وما يتحق الى اسيتايل كو اي لو انا محتاجه طاقه بيتا اوكسيديشن. طيب لو مش محتاجه طاقه يبقى هعمل عمليه ايه؟ استرفيكيشن. يعني ايه استرفيكيشن؟ لو في وجود الانسولين عالي يجي الاسايل كو اي، اكيد اخدته مع الدكتوره اللي هو مع الدكتوره مروه تكوين التراي اسايل جليسرول. الاسايل كو اي ده يدخل على الكحول الجليسرول ويتحول الى اسايل جليسرول، وطبعا اللي بيعمل استرفيكيشن ده اللي هو مين بيساعد على الاسترفيكيشن اللي هو الاسايل كو اي ترانسفيريز اللي هو انسولين هرمونز. طيب الاسايل كو اي طبعا احنا خدناه بيدخل في تكوين السيتريك اسيد سايكل، بيدخل كمان في تكوين الكيتون بادز، وده مهمين جدا. ثانك يو.